مهدنا النصر السعودي لظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالقميص العالمي. رونالدو يستعد لظهوره الأول مع النصر منذ انتقاله إلى صفوف العالم حين يلتقى الفريق أمام الاتفاق على ملعب مرسول بارك مساء الأحد ضمن منافسة الجولة رقم 14 من الدوري السعودي. وقبل 24 ساعة من انطلاق المباراة نشر نادي النصر عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 30 ثانية يتضمن بعض الرسومات المتحركة لكريستيانو رونالدو مع تعليق: العالم أجمع يرتقب يوم الأحد، كل الأعين نحو النصر، رونالدو في الظهور الأول مع ناديه العالمي. وما لفت الأنظار أكثر في فيديو النصر وطريقة الاحتفال الأيقونية لكريستيانو رونالدو والتي يصرخ فيها قائلا: سي، التي تعني نعم باللغة الأسبانية، غير أن احتفال رونالدو في الفيديو تضمن أحرف سيم وليس سي أو سي